عنوان هذه المحاضرة كشف الستار عن الكذاب نزار وهتك الأستار عن الصعافقة الأشرار. ولن أتكلم فيهم بكلمة إلا وهي مسجلة بأصواتهم أو موثقة في تويتراتهم أو مواقعهم على وسائل التواصل المختلفة. وإن الدافع لهذا الرد أمور كثيرة، ولكن أهمها هنا نصرة المظلوم التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. رواه البخاري. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. وعن جابر رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. قال الألباني في الترغيب: رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، وهو حسن لغيره موقوفا. فإذا كان هذا الفضل كله لمن نصر وذب عن عرض المسلم العادي، فكيف بمن رد ودافع عن عرض العلماء الكبار مثل الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، الذي لم يعده العلماء الكبار أنه من العلماء، بل عدوه من أفضل العلماء كما قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى عن العلامة محمد بن هادي حفظه الله تعالى: إن الشيخ محمد بن هادي من أفضل العلماء ومن أحسنهم. محمد بن هادي المدخلي هذا من أفضل العلماء ومن أحسنهم وصاحب سنة، ومن هو الذي يقول لا لا يؤخذ عنه إلا أصحاب الحزبيات؟ قد يكون الذين يعني يتكلمون في العلماء السلفيين. وإننا إذ ندافع عنه ليس تعصبا له أو ندعي فيه العصمة، لا، وإنما دفاعا عن الدين ودفاعا عن الحق الذي معه، لا سيما موقفه القوي لنصرة السنة وأهلها ضد هؤلاء الصعافقة الذين أرادوا إخراج الشباب من المنهج السلفي إلى الحزبية لأشخاصهم، وأرادوا ضرب المنهج السلفي وتشويهه بتزكيات أخذوها من العلماء، وقد أحسن فيهم العلماء الظن، ولكن هؤلاء الصعافقة
أساءوا الفعل فبئس ما يفعلون، فجزاه الله خيرًا عن السنة وأهلها. فلذلك نصره والذب عن عرضه بالحق دين نتقرب به إلى رب العالمين، خاصة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء السنة على علماء السنة لتشويه صورتهم، ومن ثم جر الشباب السلفي إلى شيوخ حدثاء أسنان سفهاء أحلام فجرة كذابين كهؤلاء الصعافقة الذين استلوا تزكيات من علمائنا بعدما تقربوا إليهم سنين عددا حتى إذا تمكنوا لدغوا. ومن هؤلاء الصعافقة الخبثاء المدعو نزار هاشم الذي لقبه شيخنا محمد بن هادي بصعفوق السودان الكذاب. ولا شك أن هذا من أسوأ الأوصاف التي وصف بها أهل الحديث الرواة الكذابين، وهو يستحقها بجدارة. قال العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي: الكذب أخبث من البدع. وهذا النقل فيه رد على تلامذة نزار مع قلتهم وندرتهم الذين لا نراهم ولكن نسمع أصواتهم ونرى بعض حروفهم على شاشات الواتساب، ولم يخرجوا بعد من الواتساب إلى الأرض الواسعة أرض السودان في رحاب الدعوة. لم نرهم لا في مساجدنا ولا في مساجد المسلمين الباقين بمختلف الطوائف، ولم نرهم في حلقات التوحيد، ولم نرهم في المحاضرات ولا في الدروس ولا في الدورات العلمية ولا في غيرها، وهذا لا ينكره عاقل فضلاً عن عالم. قال الشيخ ربيع ردًا على هؤلاء، تصلح هذه ردًا على هؤلاء لأنهم قالوا إن وصف الشيخ محمد بن هادي لنزار بأنه كذاب لا يكفي أو لم يفسر. استمع إلى ما قاله العلامة ربيع المدخل، قال: الكذب أخبث من البدع. يا إخوان، والكذاب أخبث عند أهل السنة من المبتدع. لماذا؟ اسمع، قال: المبتدع يروى عنه، عند أهل السنة يروى عنه الحديث، رووا عن القدرية وهم مبتدعة، ورووا عن المرجئة وهم كذلك، رووا عن غيره من أصناف أهل البدع ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا. المبتدع إذا لم يكن كذابا يروى عنه، وإذا لم تكن بدعته كفرية. قال: لو كان ينتمي إلى أهل السنة كذاب فهو عندهم أحط من أهل البدع. ومن هنا عقد ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 باباً للكذابين وباباً واحداً لأهل البدع. وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، يعني غير الدعاة إلى البدع من محاضرة دورة الإمام ابن باز رحمه الله بمدينة الطائف بتاريخ 22/6/1426 للهجرة. والذي ومن هؤلاء الصعافقة الخبثاء المدعو نزار هاشم الذي لقبه شيخنا بصعفوق السودان الكذاب، والذي جلس في السودان وهي بلاد مليئة بالصوفية وشركياتهم، جلس في السودان ما يزيد على 20 عاماً ليس له رد واحد على أولئك الصوفية. ولكن انظر إلى حال الأنبياء وإلى حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يرتاحون ولا يهدأ لهم بال إذا سمعوا بشرك
الأنبياء لا يرتاحون. فعن جرير البجلي رضي الله عنه قال لي رسول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ كان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت، قال جرير، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في أحمس ورجالها 5 مرات. رواه البخاري. فانظر إلى حرص الأنبياء على محو الشرك من الأمة. قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. ولذلك قال: ألا تريحني من ذي الخلصة. وهؤلاء يحاولون إيقاف دعوة التوحيد، وصاروا الآن يطعنون في علماء التوحيد، خابوا وخسروا والله إن لم يتوبوا. فلما كشف حالهم صاروا يكذبون ويقلبون الحقائق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بل والأتهى والأمر أن هذا الرجل نزار ينكر على من ينكر الشرك بالله، فإذا قام أي داعية يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك أرسل هذا الصعفوق التحذيرات منه بحجة أن هذا ليست له تزكية من العلماء، أو بحجة الأسلوب، ويعني بالأسلوب ليس الأسلوب الشرعي، وإنما أسلوبه هو، لأنه عقد الولاء والبراء على نفسه هو وغيره من هؤلاء الصعافقة اللئام الخبثاء. وأحياناً إذا قيل له: هذا الداعية درس عند العلماء، فما قولك فيه؟ قال عنه: لكنه لم يترعرع. وهذا كله يسبب تعطيل دعوة التوحيد والفتح لأهل الشرك والبدع لكي يعملوا، والواقع يشهد. فالشباب الذين تابعوا هذا الرجل على قلتهم وندرتهم تركوا نشاطهم ودعوتهم إلى التوحيد، وجلسوا ينتظرون هذا الرجل حتى يعود من تنقيب الذهب بالصحراء. هذا الأمر الذي شغله حتى اعترف هذا الصعفق بنفسه بأنه 5 سنوات ما أقام درساً واحداً لا في التوحيد ولا في غيره من الدين. 5 سنوات ما أقام درساً واحداً. أول درس درسناه معكم؟ آخر درس الأربعين النووية مشكلة؟ نعم، قبل 5 سنوات تقريباً. قبل 5 سنوات تقريباً. ثم شغل الإنسان بحياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء إلا أن يضيع من يعول. نعم. فوضع السودان ليس كوضع بقية البلاد، ما عندنا راتب ناخذه من جهة، نسعى بأيدينا
ونسعى بحسب ما أعطانا الله من قوة نبرز في الأرض لنستغني من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا منهج السلف كانوا يعملون، وهذه أخلاق السلف كانوا يعملون، ويسترزقون رب العالمين ويضربون في الأرض، فيهم التجار وفيهم الصناع وفيهم الزراع. وكان السلف يسمون بفرائعهم الزيار والصباغ والخياط وهكذا كانوا يعملون وكانوا يتاجرون. طيب، ما أقام درسا واحدا 5 سنوات، من قال هذا؟ نزار سأل تلميذه وقائلا له من 200 ما أقمنا درس. التلميذ قال له أول درس كان قبل 5 سنوات، نزار قال له لا، آخر درس، ليثبت الجريمة على نفسه، وعلى نفسها جنت نزار. المهم، فقال له التلميذ، فقال نزار آخر درس كان قبل كم؟ قال التلميذ قبل 5 سنوات. فقال نزار نعم قبل 5 سنوات آخر درس. باعتراف نزار المزكى 5 سنوات ما تكلم في درس واحد، لا في التوحيد لا في الوضوء لا في التيمم، 5 سنوات. قال السبب في خلاصة كلامه أننا مشغولون يعني بالمعاش، وهكذا كان السلف قال، ولذلك قال لقب، والله قال لقب بعضهم، لخلاصة الكلام لقب بعضهم بالزيات وبعضهم بالخياط، ده إلا كان حسام الزيات، لكن السلف كانوا مشغولين بالدعوة، وبعضهم بالخياط وبعضهم بالصبان، فهو مشغول. وبعد ذلك تأتي له تزكية، بل تزكية كما جاءت تزكية من فضيلة الشيخ الوالد عبيد الجابري حفظه الله تعالى، أخيرة لنزار، قائلا فيها الشيخ حفظه الله: إن دعوة نزار هاشم في السودان منتشرة، وقد نشر الدعوة وانتفع الناس بها في تلك البلاد، أو كلمة نحوها بنفس المعنى. هل هذا هو الحاصل يا جماعة؟ أسألكم بالله، أنتم أهل السودان، شيخ عبيد الجابري عالي لا نشك في ذلك، لكن من أوصل له هذا الكذب وصور للشيخ الوالد حفظه الله تعالى أن هذا الأمر هو الحاصل في الواقع في السودان، والشيخ لا يعلم الغيب ولم يطلع على السودان؟ من هؤلاء المجرمون الصحافقة؟ وأحضرت لهم وثائق بإذن الله تهدهم جميعا ولا تترك فيهم شاذة ولا فاذة إلا تبعتها وقطعت رقابهم جميعا بإذن الله جل وعلا. ونعتبر أن الأمر عندنا إن شاء الله انتهى إلى هذا الحد، وسنرجع إلى البرع ومن معه. طيب، فجعل الشباب والشاب الذي ترك دعوته بلا دعوة، لأنه ينتظره أن يعود من الذهب، جعله بلا دعوة وكذا بلا شيخ، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى خرج هذا الصعفق يطعن في الأكابر كما أقول، صمت دهرا ونطق فجورا. وقسمت إلى نقطتين وتحتها نقاط: الأولى الرد على الشبهات التي أثارها الصعفوق السوداني الكذاب نزار ابن هاشم العباسي الكذاب، وأعني نزار. طيب، الأولى الرد على الشبهات التي أثار الصعفوق السوداني في جميع وريقاته والأكاذيب حول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وهي رد على الورق 16 ورقة التي كتبها من؟ نزار. وشكرها من؟ الشيخ عبد الله بن صلفيق الضفيري.
شيخ يسمى بزكريا لا تعرفونه من عدن، وآخر يسمى بصلاح كنتوش لا تعرفونه من اليمن، والرابع أيضا لا تعرفونه ولا أعرفه، وخامس وسادس وعاشر. أتينا لهم بالوثائق التي تثبت الحق وتحق الحق وتدمغ الباطل في أم رأسه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أولا من مآخذ الصعفوق السوداني على العلامة محمد بن هادي في ورقاته قال: موقف الشيخ من محمد المعبري الملقب بمحمد بن عبد الله الإمام. يقول صعفوق السودان عن الشيخ محمد بن هادي قال: وأنت تقرب أتباعه، أتباع من؟ محمد الإمام، وتسكت عنه وتعذره وتجد له المخارج، هكذا قال الرد. موقف الشيخ العلامة ابن هادي المدخلي من محمد الإمام واضح جدا، وقد قال الشيخ محمد بن هادي عن وثيقة الإمام: هذه وثيقة كفرية، لأن الصعافقة قالوا الشيخ محمد بن هادي سكت عن من؟ محمد بن الإمام. قال الشيخ محمد بن هادي عن وثيقة الإمام: هذه وثيقة كفرية، أو قال عنها: فيها عين الكفر. وقد صدرت عنه هذه الكلمات منذ فترة طويلة، وقالها في أكثر من مجلس، وإنما عذره الشيخ قبل أن يخطب هذا الإمام خطبته التي قال فيها إنه لم يكره أحد على الوثيقة، وثيقة التي وقع محمد الإمام وقع مع الرافضة الحوثيين. عذره الشيخ محمد بن هادي قبل أن يخطب هذا الرجل محمد الإمام خطبته التي قال فيها إنه لم يكره أحد على الوثيقة. بعد ذلك قال الشيخ: لم يترك لنا الإمام ما نعذره به. ولما خطب هذا المدعو الإمام عن انتصارات أهل السنة على الحوثيين قال: هذه انتصارات إلى جهنم، هكذا قال محمد الإمام. رد عليه الشيخ العلامة محمد بن هادي بكلام قوي أملاه على فواز المدخلي، وكان منه: كأنما طمس الله على بصيرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت هذه الكلمة من الشيخ محمد بن هادي بتاريخ 24/10/1436 هجرية، وهذا جزء منها، هذا جزء منها. النصح والبيان لتجاوزات محمد الإمام في خطبته: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، أو قتلة أهل الإيمان، للعلامة محمد بن هادي المدخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة شيخنا العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله: قد سمعت خطبة الشيخ محمد الإمام صوتيا وقرأتها مفرغة، وهي التي ألقاها في 15/10/1436 هجرية. اسمعوا الكلام ده يا جماعة، لأنه الصعافقة ومعاهم نزار مآخذهم على الشيخ محمد بن هادي شنو؟ قالوا الشيخ محمد بن هادي ما تكلم في من؟ الإمام سكت عنه وقرب أتباعه إلى آخره. درنا نشوف الصعافقة ده الكذابين، ونزار ده كذاب والله صادقين. وكلام الشيخ لما قال نزار السوداني الكذاب، وهؤلاء الصعافقة كذابين فجرة، كلامه ده صح ولا غلط؟ احنا ما متعصبين للشيخ، نحن متمسكون بماذا؟ بالحق. جبنا كل الوثائق، ثاني في شنو؟ طيب، قال فضيلة الشيخ: قد سمعت خطبة الشيخ محمد الإمام صوتيا وقرأتها مفرغة، وهي التي ألقاها في التاريخ كذا، فدهشت غاية الاندهاش وذهلت غاية الذهول، إذ لم نسمع له أيام تسلط الحوثيين الروافض
على أهل الإسلام والسنة بالقتل والتشريد والتدمير كلمة واحدة. فلما هبت رياح الإيمان وجاءت النصرة لأهل الإسلام والسنة يقول هذا القول المنكر. يعني نشوف الشيخ رده ولا ما رده، سكت ولا تكلم. إذا لقينا يتكلم ورده معناته نزار، ومن معه من جميع الصافقة كذابين. والكذاب ماله كما قال الشيخ ربيع، سمعتم كلامه، أخبث من المبتدع. يقول لك جرح ما مفسر الكذاب، دي الجهلة بعلم الحديث دراية ورواية، جهلة. طيب قال: فلما هبت رياح الإيمان وجاءت النصرة، أنا مصر أركز على الكلام عشان تحفظ الكلمات، وجاءت النصرة لأهل الإسلام والسنة يقول، من يقول؟ محمد الإمام، هذا القول المنكر وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها، كأنما طمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الفتن تفتن القلوب عن قصد الحق وإرادته ومعرفته، نسأل الله أن يثبتنا على الهدى، حيث إن قتال الروافض ومثلهم الخوارج لا يندرج تحت قتال الفتنة، لأن الإمام قال ده قتال فتنة، الشيخ يرد عليه، لا يندرج تحت قتال الفتنة، بل هو من جنس قتال علي رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم لهم، يعني للخوارج. وإني لأسأله عن هذه الحرب ضد من؟ شيخ محمد بن هادي يرد على الإمام ويسأله: أليست ضد الروافض ومن شايعهم وناصرهم؟ أيسوءك قتالهم؟ يا لله العجب. وإني لأدعو الأخ محمد الإمام أن يراجع نفسه، وهذا الوقت هو وقت المراجعة للنفس والرجوع عن الخطأ، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه، ونصرنا بالإسلام والسنة، وثبتنا عليهما حتى نلقاه. قاله وأملاه محمد بن هادي المدخلي في 24/10/1436 للهجرة، شهد بذلك كمان شهد الناس كلام ده، شوف من 200 شهد بذلك أحمد المساوي أو المساوي، المهم إياس ابن محمد ابن هادي المدخلي، وكتب فواز ابن علي المدخلي بتاريخ 24/10/1436 للهجرة. كذابين ولا ما كذابين؟ كذابين فجرة. فجرة جبناه من وين؟ من صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، هذه رواية. وفي صحيح مسلم: وإن الكذب فجور. فالكذاب فاجر وأخبث من أهل البدع، كما قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والغريب أن شيوخ المدعو نزار هاشم كانوا قد غردوا في تويتراتهم بكلام محمد بن هادي الذي قرأناه. ومن شيوخه هؤلاء زعماء الصعافقة عرفات محمدي وعبد الواحد المدخلي. ونحن ما قعدنا نخاف من البلاغات والمحاكم، لأنه الأيام دي قاعدين يهددوا الشيخ هناك، قالوا حيرفعوا قضايا، نحن متعودين على السجون، نسأل الله العافية. طيب وغيرهم. فهل يا نزار يجوز الكذب من أجل مصلحة الصعافقة؟ والوثائق هذه، هاتان وثيقتان من كبار الصعافقة على وجه الأرض اليوم، من كبار شيوخ نيزار كما يحلو له
ضبط الاسم ابن هاشم العباسي قد غردوا في تويتراتهم برد العلامة محمد بن هادي المدخلي القديم على المدعو محمد المعبري الملقب بالإمام والذي أنكره النيزار ومن معه من الصعافقة أن الشيخ ابن هادي ما تكلم بالإمام وسكت وقرب وقرب أتباعه كذبوا وفجروا. هذه الوثيقة الأولى، وهذا تويتر عبد الواحد المدخلي، عبد الواحد المدخلي غرد، وهذه الوثيقة غرد وقال: النصح والبيان لتجاوزات محمد الإمام في خطبته أعف الناس قتل أو قتل أهل الإيمان للعلامة محمد بن هادي المدخلي شبكة سحاب أو سحاب السلفية الرابط أدناه. وهذه تغريدة من؟ عرفات بن حسن المحمدي، هذه التغريدة، هذه تغريدته عرفات بن حسن المحمدي، غرد بكلام الشيخ محمد بن هادي بعنوان الكلام وبنصه، قال جديد، عمل له وهم بشكل قلبه، جديد النصح والبيان لتجاوزات محمد الإمام في خطبته عف الناس إلى آخره للعلامة، هكذا كتب قديما للعلامة محمد بن هادي المدخلي، وهذه تغريدته. وقول صعفوق السودان عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله: وأنت تقرب أتباعه، أي أتباع محمد الإمام، نقول له: أين هو هذا التقريب لأتباع الإمام وما محله ومكانه؟ وقد قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا من مآخذ صعفوق السودان الذي استحق هذا اللقب بجدارة واستحق به الميدالية البرونزية من مآخذه على العلامة محمد بن هادي المدخلي، قال موقف الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، ويطعن ويكذب ويتحرى الكذب في الشيخ العلامة محمد بن هادي ويقول كل ما طعن في الشيخ وفقك الله، وده حاله زي حال اللي بيقول لك انت كويس لكن ابوك ابن كلب. طيب، قال صعفوق السودان، هو واحد، وهذا من نعمة الله على السودان أن خرج منها صعفوق واحد، الحمد لله على نعمه على أهل السودان، واحد من 40 مليون نسمة آخر تعداد، مش كده؟ واحد. طيب، يقول موقف الشيخ محمد بن هادي من أسامة عطايا، ماذا يقول الصعفوق بنص كلامه؟ قال: موقفكم الذي لا يحمد مطلقا، هذا احترام الصعافقة للعلماء، وطالما تبجحوا وصموا آذاننا صراخا وعويلا وعجيجا بقولهم: هؤلاء الشباب عنا، هؤلاء الشباب ما ارتبطوا بالعلماء، أليس كذلك؟ هؤلاء الشباب قطعوا الطريق عن العلماء، وقد بين الله الحق الآن، من هو الذي مع العلماء ومن هو الذي يرجع إلى العلماء؟ بنص قول الله تعالى الذي أمرنا جميعا فيه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الصعفوق: موقفكم الذي لا يحمد مطلقا من المدعو أسامة عطايا إلى آخر ما قال، الجواب والرد. أولا، استمعوا لهذا الكلام مهم، هل أسامة عطايا مبتدع عندكم؟ ولهذا الكلام للصعافقة، فإذا كان نعم مبتدع فمن بدعه من علمائنا الأكابر؟
لم نسمع نحن أبدا من العلامة ربيع ولا أحد من غيره من العلماء تبديع أسامة بن عطايا. إيتونا بعالم واحد ممن بدعه. ثانيا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إن شاء الله، فاعلم أن شيخنا العلامة محمد ابن هادي حفظه الله حاله كحال باقي المشايخ الأكابر، يناصحونه لأسامة عطايا هو وغيره، وهذا واجبهم حفظهم الله جميعا، وهذا ما دعوت إليه أنت يا نيزار في وريقاتك، فقلت في الصفحة رقم 7 في ردك. خليك معي شاشة وبركبوها، الموضوع انتهى. في حاجة ثانية؟ طيب، ثانيا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إن شاء الله، فاعلم أن شيخنا حاله كحال باقي المشايخ الأكابر، يناصحون أسامة بن عطايا هو وغيره، وهذا واجبهم حفظهم الله جميعا، وهذا ما دعوت إليه أنت يا صعفوق نيزار في وريقاتك، فقلت بالصفحة رقم 7، قلت ما نصه، فمن تكلمت فيهم، تكلم عن الشيخ محمد بن هادي، فمن تكلمت فيهم من الإخوة ليسوا بمعصومين عن الخطأ والزلل، فإن كان عندك عليهم مآخذ ببيناتها وحججها فهلا نصحتهم، فهلا نصحتهم ونبهتهم عليها ليرجعوا عنها لله ثم للحق الواضح، وسيكون هكذا، وسيكون حتى أنا كاتب هذه السطور شاكرين لك بالخير داعين إلى آخره. إذن فلماذا يخالف نزار قوله هنا ويريد النصح لصعافقته ولا يريده لغيرهم؟ قال تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ الآية: نخشى عليهم والله من هذا. وكذلك يخالف الصعفوق كلامه السابق الذي قال فيه: شهر يدخل عليه الضال والمنحرف والذي يريد الهداية، بيته مفتوح للجميع. نعم، إذن كذلك بيت باقي المشايخ شيخ العلامة محمد بن هادي وغيره من المشايخ أبوابه مفتوحة للجميع، يناصحون هذا ويرشدون هذا إلى غير ذلك من أفعالهم حفظهم الله تعالى. ولكن نقول هذا أمر متروك لعلمائنا الأكابر أنهم ينصحون هذا ويرشدون هذا ويبدعون هذا، متروك لعلمائنا الأكابر وليس للصعافقة أمثالك ومن معك، فهم يقيمون هذه الأمور بعلم وحلم حفظهم الله جميعا. ثالثا، قول نزار عن تزكية الشيخ العلامة محمد بن هادي لعرفات محمدي، وده برضه مأخذ نزار، قال أخذ من المآخذ حقته على من؟ على الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقال لي كيف تتكلم في ناس عرفات والجماعة المعاو وديل زكوهم العلماء. نسمع كلام نزار أول شيء ماذا قال. قال كالشيخ عرفات: هم أناس أنت زكيتهم وغيرك من العلماء زكوهم ودافعوا عنهم وحثوهم على التدريس. نقول إن التزكية ليست عصمة للشخص، وهذا الكلام والاستدلال بالتزكية يخالف كلامك يا نزار أنت، حيث قلت نحن كسلفيين لو زكى الأئمة إنسانا والتزيين موجود. بارك الله فيك، نحن كسلفيين لو زكى الأئمة إنسانا من البشر هذا لا يغني إلا الاستقامة على الخط الحال صحيح، أليس كذلك؟ نعم نعم يا شيخ. لا بد من أن تكون في عملك وفي دعوتك وفي طريقتك وفي منهجي على المنهج السلفي، ها؟ نعم. فإيش العبرة؟ يزكيك العالم وأنت على خلاف منهج العالم، ها؟ نعم، هو وهذه وثيقة عليه ورد عليه أن التزكية ليست عصمة لأحد، فكيف تأخذ هذا مأخذا على العلامة محمد بن هادي أنه جرح وطعن
في أناس زكاهم بعض العلماء، هذا تناقض، وهكذا الصعافقة. فانظر إلى هؤلاء القوم يؤصلون قواعد كهذه القاعدة، وهم أول من يخالف قواعدهم. وهذه تذكرني بقاعدة أصلها كبيره عرفات محمد قائلا، وهي موجودة الآن على الشاشة: ردك لجرح العالم جرح فيه. وهو أي عرفات محمدي أول من رد جرح العلامة محمد بن هادي فيه هو، بل وطعنوا فيه وكذلك يفعلون. وإليك هذه الفتوى القاطعة الفاصلة من العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي في نسف تعلق هؤلاء المجرمين بالتزكيات. يقول العلامة ربيع، اسمع إلى هذا الكلام، يقول: وكثير من أهل الضلال اليوم يذهبون إلى بعض العلماء. شوف الكلام ده منطبق على منهم. وكثير من أهل الضلال اليوم يذهبون إلى بعض العلماء ويتظاهرون لهم بأنهم سلفيون حتى يأخذوا منهم تزكيات، فيأخذون من هذه التزكيات أسلحة لضرب المنهج السلفي ومصارعة أهله. وده الحاصل ولا ده ما هو يا ناس؟ ومصارعة أهله، كما هو جار عندكم الآن في هولندا وفي فرنسا، نقول لشيخنا في السودان. ذهب بعض أهل الباطل والجهل إلى بعض علماء المنهج السلفي واختطفوا منهم تزكيات، والله هذا كلام عجيب، بطرق لا يعلمها إلا الله لمآرب دنيئة، وهو التلاعب بعقول الشباب باسم هذه التزكيات، باسم هذه التزكيات لانتزاعهم من المنهج السلفي وصدهم عن هذا المنهج ورميهم في هوة الحزبية الضالة والعياذ بالله. وهذا جار عندكم وعندنا يا شيخ، عندكم وأنتم تعرفونه. فعلى الشباب، انتبهوا يا شباب، كلام ده ليكم، فعلى الشباب أن ينتبه لهذه القواعد وأن ينتبه لهؤلاء المتلاعبين الذين يتلاعبون بعقول الشباب وبعواطفهم ويتلاعبون بقواعد الإسلام. يتلاعبوا بشنو؟ قواعد الإسلام وأصوله ونصوصه، من كتاب اللباب للشيخ ربيع صفحة 502 ل 503. هذه تذكرني بقصة أحكيها لكم، نشروها أولاد نزار ذاتهم على قلتهم. قالوا شنو؟ هم نشروا، ما نحن نشرنا، قبل سنتين تقريبا. قالوا جديد، يعني تزكية جديدة لنزار من مصر. في تزكيات جات من السعودية، ودي جات من وين الآن؟ من جمهورية مصر العربية. في شنو تزكية يا جماعة؟ كرهتونا. الحظي شنو؟ قالوا هكذا مكتوب عندهم في الواتساب، قالوا ذهب طالب لنزار إلى مصر فوجد الشيخ فلان ابن فلان حفظه الله، وأنا ما أذكر اسم الشيخ لأنه قد يكون هم كاذبين على منه؟ على الشيخ، والشيخ سلفي في مصر، شيخ من شيوخ على السنة. قال فالشيخ سأل التلميذ ده، قال له: من أين أنت؟ قال: من السودان. أسمع كلام ده كويس عشان تعرف كلام الشيخ ربيع ده بينطبق على من. قال: من أين أنت؟ قال: من السودان. عرفوا من السودان؟ قال: سألوا سؤالين بس. قال له: يا غلام أين الله؟ قال: في السماء. قال: هل تعرف نزار؟ قال: نعم. قال: قبله. تبا لهم جميعا، تبا لهم. أما كلام الصعفوق السوداني نزار بن هاشم العباسي عني وإخواني،
وجعل ذلك مأخذا على الشيخ العلامة محمد بن هادي حفظه الله ورعاه، وهو قوله، قول صعفه عن شيخنا: إن موقفكم من المدعو مزمل، مش كاتب كده؟ ومن معه لغريب كل الغرابة، و إلى آخر، إلى أن قال: ودون مراعاة للقواعد الشرعية. يعني الشيخ وقف معانا وما راعى القواعد الشرعية. القواعد يعرفها منه؟ نيزار. والشيخ ما عارف. ودون مراعاة للقواعد الشرعية حول أمثال هؤلاء، منو ذيل؟ ليس البرعي ولا المكاشفي ولا الكباشي الذي يزعم أنه يقول للشيء كن فيكون. عنا نحن وإخواني من دعاة التوحيد الفضلاء، والله حسيبهم ولا يزكى على الله أحد. قال النيزار: وقد بيّنت لكم أن هؤلاء شوهوا صورة الدعوة السلفية وصاروا سبة لها بسبب جهلهم وسفههم وغلوهم في تكفير الصوفية وغيرهم، وأنهم يحاضرون في الأسواق والجامعات تحت ما يسمى بأركان النقاش وسارت عليه جماعة الإخوان المسلمين هكذا. فإذا أنت بكلمة منك، منو ده؟ الشيخ محمد بن هادي يقول له كده. النزار يقول للشيخ: فإذا أنت بكلمة منك تحاضر عندهم عبر الهاتف. يا ناس كذب الراحة كده. ما هي أعظم مآخذ نزار علينا وكان يدندن حولها سنين عددا؟ كان بيقول شنو؟ هؤلاء الشباب لم يربطوا الشباب ولم يرتبطوا بمن؟ العلماء. الآن تبنى وارتبطنا، ما كلامه بنفس كلامه يعني، خلاص وارتبطنا وصرنا نذهب للعلماء بقدر ما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. هل هذا يفرح نيزار أم يغضبه؟ إذا كان مأخذه أولا علينا لله، لوجه الله. زول قال جماعة ديل ما عندهم علاقة بالعلماء، الآن بقى عندنا علاقة بالعلماء. إذا كان كلام نزار ده عننا اللي الله لوجه الله، بيفرح ولا بيزعل؟ يا ناس الآن أنا ما أخذي على فلان ذاك إنه بيشرب خمرة طوالي 24 ساعة تف، وخلى الخمرة وبقم في الجامع ومع المصحف. أجي لي بتاع الجامع الغفير أقول له: محمد ود أحمد ده تاني ما يدخل الجامع؟ كان بتاع خمرة ولا أفرح؟ طيب وين وقفنا هنا؟ طيب تحت ما يسمى بأركان النقاش. فإذا أنت بكلمة منك تحاضر عندهم عبر الهاتف وقد صوروا أنفسهم بالفيديو، أي حرف أنا جايك لي بصدمه، وتعلم تماما أنهم جاءوا للشيخ الوالد ربيع ووجههم عدة توجيهات خالفوها ولم يلقوا لها بالا. أصبر مهل. يقول الصعفوق أيضا لسه وما انتهى: وقد استضافت قناة العربية المليئة بالمخالفات المدعو مزملا. زعلان هو من الموضوع ده. وقامت إحدى الصحف السعودية بالإشارة إليه، اللي هي صحيفة الرياض، بالإشارة إليه. لما يا شيخ؟ هل هذه مرحلة من مراحل اللعبة والسياسة، أم أنهم يحتاجون في هذه المرحلة منو دين؟ أهل السياسة في السعودية. ناس ما جريت الرياضي سعودية، ومنو أهل السياسة في السعودية؟ الحكام. ده نزار الذي يتبجح بالمنهج السلفي سنين عددا يعرض بالحكام. ولا أهل السياسة ديل الشيخ محمد بن هادي؟ من هم أهل السياسة في السعودية أو في كل العالم؟ الحكام يا ناس. طيب قال: أم أنهم يحتاجون في هذه المرحلة لمهرجين؟ طعنوا فينا، أنا ما بهمني كثير،
لكن طعنوا في أهل السياسة بالحكام هناك. طيب، أم أنهم يحتاجون في هذه المرحلة لمهرجين متعالمة سوقية يقولون ما يوافق الأطر العامة؟ بقى يتأطر الأطر العامة كما تقوله الساسة. منو ديل؟ الحكام يا ناس. الكلام ده كيف؟ هذا لسه أصبر. طيب، كما تقوله الساسة لكن ليس على طريقة الكبار. الجواب في عدة نقاط. الأولى قوله عن الشيخ حفظه الله: إن موقفكم من المدعو مزمل ومن معه لغريب كل الغرابة، إلى قوله ودون مراعاة للقواعد الشرعية. فنقول بالله عليكم، من الذي يحدد الموقف الشرعي من أي قضية في الدين؟ بل حتى النوازل التي تنزل بالمسلمين في كل العالم، هل هم العلماء الكبار الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم؟ هل هؤلاء الكبار أم هذا الصعفق نزار ومن معه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، ومن علامات الساعة أن يتسلط أمثال هؤلاء، أمثال هذا الصعفوق، على الشرع وقواعده، ويتصدر للفتاوى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. فتسلط هؤلاء على العلم وتعالمهم وتعاليهم على العلماء لهو من علامات الساعة وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم ليسوا أهلاً لهذا، وهذا هو الذي أوقعهم فيما هم فيه الآن، نسأل الله العافية والسلام. النقطة الثانية قول الصعفق السوداني: هؤلاء شوهوا صورة الدعوة بسبب جهلهم وإلى آخره. الجواب: من شوه صورة الدعوة؟ هل الذين يدعون إلى التوحيد الخالص والسنة المحضة ويحترمون العلماء ويحبونهم، أم هل هذا الصعفوق الذي جلس في السودان المليء بالصوفية وشركياتهم التي ينشرونها وبدعهم في كل مكان هنا وهناك، وهذا الصعفوق لم يرد عليهم ولا ردا واحدا أكثر من 20 سنة جالس في السودان، لم يرد عليهم ولا ردا واحدا ولا على صوفي واحد عندنا في السودان، لا يوجد له رد أبدا. والتصوف في السودان هو الغالب على الناس، ومن بعض شركياتهم الطافعة عندنا لمن لم يسمع ولم يعلم حالنا، نسأل الله أن يحوله إلى خير وخير. فمثال وأمثلة قليلة جدا، يقول المرغني في كتابه النور البراق، وهو شيخ الطريقة الختمية: أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ويقول شيخ الطريقة التيجانية محمد التيجاني، أحمد التيجاني، في كتابه جواهر المعاني: إن عنده صلاة تسمى بالفاتح لما أغلق، وقراءة المرة الواحدة منها تساوي قراءة القرآن كاملا 6000 مرة. ويقول البرعي شيخ الصوفية في السودان بلا منازع، وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، من كتابه ليك سلام مني. والصوفية يزعمون أن إبليس عليه لعنة الله هو الله جل وعلا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، كما يقول الصوفي محمد الفضل السرسي عندما طلع المنبر يوم الجمعة قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، من كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني.
وهم يعتبرونها كرامة من كراماته قاتلهم الله جميعا. وهذه هي الطريقة البرهانية عندنا بالسودان، يقول مؤسسها محمد عثمان عبد البرهان السوداني، وهو من قبيلتنا وليس من أهلنا، إنه عمل غير صالح. يقول عن نفسه: هو أجود على أم لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعد رحمتي، جبريل ميكال إسراف عذراء، هكذا قال. جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، من كتابه ديوان شراب الوصل. والطريقة القادرية لا ننساها عندنا في السودان، من عقائدها الشركية، يقول شيخها عندنا: أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، وأعطيت داود حلاوة نغمتي، أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، أنا كنت مع إسماعيل الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، إلى قوله: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي من كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. أقول: فأين نزار هاشم من هذا؟ هل له إنكار على هذا الشرك الصراح، وعلى هؤلاء الدعاة الذين دعوا إلى الكفر والشرك بالله والإلحاد والزندقة وعبادة القبور والقباب والأضرحة؟ لا والله، لم نجد له ردًا واحدًا على هؤلاء الصوفية الذين ملأوا بلادنا بهذه الشركيات، مع أنه جالس في السودان سنين عددا. والآن أنا أسمعكم صوت نزار بنفسه، قال: أنا 5 سنة ما عملت تدريزات، مشغول بالمعاش. أول درس درسناه معكم، آخر درس الأربعية النووية، مش كده؟ نعم، قبل 5 سنوات تقريبا. قبل 5 سنوات تقريبا. تلميذه سأل تلميذه، قال لي: أول آخر درس، قال لي: قبل 5 سنوات، وكان في الأربعين النووية. وحدثنا إنه واقف في الحديث الثاني لحد الليلة، وما ندري كم بين هذا التسجيل وبين الآن، يعني 5 سنوات، التسجيل ده كان 200، ضيفوا لها برضو الثانية دي برضو. طيب، أيوة. وبعد ذلك قال السبب شنو؟ ثم شغل الإنسان بحياته، قال: من اليوم فلم تغرق المرء إلا أن يضيع من يعول. فوضع السودان ليس كوضع بقية البلاد، ما عندنا راتب ناخذ من جهة، نسعى بأيدينا ونسعى بحسب ما أعطانا الله من قوة، نضرب في الأرض لنبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا منهج السلف كانوا يعملون، وهذه أخلاق السلف كانوا يعملون، ويسترزقون رب العالمين، ويضربون في الأرض، فيهم التجار وفيهم الصناع وفيهم الزراع، وكان السلف يسمون بصنايعهم الزيار والصباغ والخياط وهكذا كانوا يعملون وكانوا يتاجرون. هل كان السلف الذين يعملون ويتاجرون وجميعهم يعملون، هل تركوا الدعوة إلى التوحيد 5 سنوات بسبب يعملون ويتاجرون والزيات والصباغ؟ كذب ودجل وباطل من هذا الرجل، والحمد لله، هذا اعتراف من نزار وليس كلامنا نحن فيه، وإنما هو كلام نزار عن نفسه، أنه ما أقام درسا واحدا 5 سنوات. ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، تأتي له تزكيات. آخر تزكية جات من الشيخ عبيد حفظه الله تعالى لنزار، إنه دعوته قائمة وخلاصة الكلام إنها منشورة في بلاد السودان،
ونفع الله بها. وشهود هو لله الحمد في الدعوة إلى الله في بلده شهود مشكورة مباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى يسدده في أقواله وأعماله. هذا الكلام صحيح يا جماعة؟ ما نحن قلنا كذب، قاله نزار، نزار قال هذا الكلام باطل وغير صحيح، لكن الشيخ عبيد معذور حفظه الله تعالى. أما الذين يكذبون على الشيخ حفظه الله تعالى ويوصلون له الأخبار الكاذبة فهم غير معذورين أبدا، وهم الصحابة. ليه؟ يعني الشيخ عبيد نحن بنعذره، ما يعني جاء والسودان وجاب على السودان او كذا، انما نقل له النقل انه نزار هاشم قائم بدعوه التوحيد في السودان وانتشرت دعوته في جميع بقاع السودان ونفع الله بها الى اخر ما قيل. فمن الكذاب؟ الصحافه. وده يرجعنا لكلام الشيخ ربيع قبيل، انه شنو؟ انه في كثير من الشباب يمشوا يرتموا تحت اقدام العلماء، علماء، احنا ما قلنا ما علماء، علماء، شفت كيف؟ حتى يستلوا منهم التزكيات، لحد ما العالم يثق فيه ويجلس عنده سنتين، ثلاثة، عشرة، 15 سنة. والعالم ما يرى منه الا الحق. واعتذارنا للعالم ولجميع العلماء انه ما بيعلموا الغيب يا جماعة. ما يعلموا الغيب. ويزكوك بظهرك. احنا مشكلتنا مش مع العلماء، مشكلتنا مع هؤلاء السفهاء، مشكلتنا هي. هو ده نزار بنفسه قال 5 سنة انا ما عملت درس ابدا، ما بدرس، يعني مش توحيد بس، ما في لا توحيد لا لغة عربية وكيلك الله لا اي حاجة ما في. والغريب انه كل من يدافع عن نزار عندنا في السودان من السودانيين بنسأله سؤال، هل رأيت نزار؟ نقول لك لا، والله إلى اليوم ما وجدت واحد دافع عنه وسألت هذا السؤال فأجاب بنعم أبدا. والآن نتحدى 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 الشباب الصحابة غدير كله يجيبوا لنا رد واحد لنزار ليصوب من الصوفية حقنا ندي واحد بس. طيب، لكنه الآن كشف عن وجهه الحقيقي وهو الطعن في علماء الأمة ورميهم بالكذب والتهم الباطلة والتجهيل الواضح في كلامه العلامة محمد بن هادي، ومن شاء فليراجع كلام الصعفوق السوداني. ولكن ليس هذا بغريب عليه وعليهم من الصعافقة، لأن نزار هذا قد طعن في العلامة مقبل ابن هادي الوادع من قبله ووصفه بالعجلة كالإمام العالم المبجل مقبل ابن هادي الوادع وإن رغمت أنوف الصافقة. سمع إلى كلام نزار. والشيخ مقبل أفتى بحسب ما سمع وبحسب ما يرى، وهو معذور في هذا الأمر، وإن كان قد تعجل في بعض النقاط، وإن كان قد تعجل في بعض النقاط، وإن كان قد تعجل في بعض النقاط. طيب، هل يوصف العلماء بهذا الوصف والأئمة أنهم متعجلة وتعجلوا في أمر وتعجلوا في أمر؟ والله هذا ليس من الأدب. فإن قالت الصعافقة إن هذا من الأدب فلا نقول إن على الأدب السلام، ولكن نقول إن على هؤلاء الشباب اللئام ألف سلام. ثم إذا دخلت إلى موقعه الذي يتبجح به وهو موقع راية السلف، وهو كما يزعم الحامل لراية السلف في السودان، إذا دخلت إلى هذا الموقع فلن تجد رداً واحداً على صوفيتنا، بل حتى في ركن الطوائف والفرق والمجروحين والمنقودين والمحذر منهم في موقعه لا يوجد من بينهم الصوفية ولا طريقة واحدة.
وانظر إلى موقعي الآن على الشاشة، هذا ركن المنقودين والمجروحين من الطوائف والفرق والمحذر منهم. قال الطوائف الذين حذر منهم نزار 4 أو 5، من هم؟ الشيوعية، وقد انتهت في السودان. 2، الفرقة الحجورية الحدادية، أليس كذلك؟ 3، القاديانية. لقاك واحد قادياني؟ في لقاك؟ قادياني لونه كيف؟ شكله كيف عندنا في السودان يعني؟ موجود؟ طيب، القاديانية. 4، جماعة التبليغ. وين الصوفية؟ وين التجانية؟ وين القادرية؟ وين البرهانية؟ وين الركيني؟ قال قال إنه الرسول جاني في أبو آدم مربع 5 أو 6 وأكل معي بالتيخة، يا بالتيخة وين؟ داعية نفع الله بدعوتي، هذا الكلام غير صحيح. وقد وشى بهذا الكلام ونقله النقلة إلى علمائنا الكذبة الفجر الصافق. ونحن معروفين بفضل الله، ما بفضلنا، ما قعد نخاف من زول من أهل الباطل أبدا، بنفجغ فجغ ثقيل بحول الله وقوته. طيب، وين وقفنا يا جماعة؟ طيب، في موقعه لا يوجد من بينهما الصوفية ولا طريقة واحدة ولا صوفي واحد ذكره وحذر منه أبدا، حيث قال الصعفوق نزار هاشم أهل البدع وأهل الانحراف الشيوعية والفرقة الحجورية الحديثية الآخر. وكل هؤلاء الذين ذكرهم لو جمعوا وضربوا في 1000 لما ساووا الصوفية عندنا، لا من حيث العدد ولا من حيث التأثير وانتشار العقائد عندنا في السودان. لا أدري كيف يفهم هذا الرجل، لا شك أنه لم يفهم أصل منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو أنه فهمه ولم يسلكه لبعض الأغراض كالزيات والصباغ والخياط كما قال، ما أدري. سبحان الله العظيم، أفي بلد مثل السودان لا يجعل الصوفية من الطوائف والفرق المجروحة والمنقودة والمحذر منهم في موقع نزار، ولا يجعلون من أهل البدع ولا من أهل الانحراف، ولا يوجد رد واحد من هذا الصعفوق عليهم، وهم دعاة الشرك عندنا بلا منازع، أم أن الرجل لا يرى ذكر الأسماء كما يزعم كثير من هؤلاء؟ فإذا كان كذلك فلماذا ذكر اسم الشيوعية والقاديانية إلى آخر، وهو يعلم أنه لا وجود لها يذكر في السودان؟ ولماذا ذكر وطعن في العلامة محمد بن هادي حفظه الله، ذكره وطعن فيه باسمه؟ أم أنه في فقه وعلم الصعافقة أنه لا يجوز الطعن في الصوفية ودعاء الشرك بأسمائهم، ويجب الطعن في العلماء الكبار بأسمائهم وبما ليس فيهم؟ قصة أذكرها وقعت عند العلامة الوالد الشيخ ربيع حفظه الله، وهي أنني قلت للشيخ في جلستي أنا ونزار، جلسة الصلح عند الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قلت للشيخ ربيع إن نزارا هذا ليس له رد واحد على الصوفية عندنا، وأتحداه الآن أن يخرج ردا واحدا على الصوفية، بينما له ردود كثيرة على إخواننا دعاة التوحيد، ستسمع بعضها الآن، يسبهم ويصفهم بالكذب والسفه، بل يقول عنهم أنهم منافقون بل أهل نفاق. هذا الخبيث أبو عذاب هو على قتل السم اللي يضع في نزار هاشم، لأن هذه دعوة ما هو لعب يا أخي. كون تدخل على الشيخ ربيع، الشيخ ربيع إمام وجبل وإمام في السنة، ما عندنا شك في ذلك، لكن قد يلبس علينا الملبس، قد يأتي الإنسان يتغمص يكذب ينافق، هذا نوع النفاق يا أخي. ينافقون، قد يأتي الإنسان يتغمص يكذب ينافق، هذا نوع النفاق يا أخي.
ينافقون ينافقون. نعم نعم هذا كلامه عنا. فقلت للشيخ ربيع العلامة بينما لا نجد له ردا واحدا ولا كلاما واحدا في الصوفية دعاة الشرك عندنا في السودان، فما كان من نزار إلا أن أخرج ردا من اللابتوب، شايلينه معاهم كان عند الشيخ ربيع كنا جالسين كلنا، أخرج ردا من اللابتوب وقال هذا ردي على الجفري اليمني، طبعا اليمني. طيب فقلت للشيخ هذا أكبر دليل الآن على صدق كلامي في نزار، فقال العلامة ربيع كيف ذلك؟ فقلت له نزار جالس في السودان سنين طويلة وليس له إلا رد واحد على الصوفية أو قل ردين، وهو قد زكاه العلماء رد واحد. فسكت نزار، ثم قلت للشيخ يا شيخ الجفري لا نعلم أحدا يعبده في السودان وإنما يعبد البرعي، فقال لي العلامة ربيع ثم من؟ قلت المكاشف، قال ثم من؟ قلت الكباش، قال ثم من؟ قلت صايم ديمة وغيرهم. فسكت نزار أيضا، والله هذا ما حصل، سكت ورأيت أنفه من الخارج من أعلى يصب عرقا. وكنا لا نريد أن نخرج هذا الكلام ولكنه أخرج فأخرجنا اتمهل. وبعد ذلك يأتي ويسب دعاة التوحيد والسنة في السودان ويصفهم بالجهل والنفاق وغيرها من الألفاظ التي تشبه الصعافقة، وليس غريبا عنه بعض طعنه في علماء الأمة كطعنه في من؟ في العلامة مقبل رحمه الله تعالى والعلامة محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وذلك كله بعد أن نهاه الشيخ العلامة ربيع وقال له في نفس الجلسة التي بيني وبينه عند العلامة ربيع، قال له يا نزار لا تتكلم في هؤلاء الشباب بعد اليوم ولا تسبهم. فاعترض نزار على الشيخ أمامه ورفع صوته على العلامة ربيع حفظه الله، فقال له ربيع قلت لك أسكت 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 ثلاث مرات، ثم قام الشيخ فنصر الله الحق ونصر الله السنة في الجلسة التي كانت بيني وبين نزار في مجلس الشيخ ربيع، وكانت آخر كلمة قالها العلامة ربيع لنزار قلت لك أسكت عن هؤلاء الشباب ولا تسبهم بعد اليوم. فقال نزار يا شيخ عندهم باطل، قال له الشيخ العلامة أسكت 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 ثلاث مرات. فهل سكت نزار؟ لا ما سكت، سجل فينا تسجيلا موجود وقال هؤلاء جهلة بعدما قال له العلامة ربيع أسكت ثلاث مرات. الصلاة جاء نصلي عشان لو في زول دار ينصرف ما نحبسه ونواصل. والآن خرج هذا المدعو نزار أمامكم جميعا ضاربا بتوجيهات العلامة ربيع عرض الحائط، وكل النقاط التي ذكرها في ورقاته عنا وطعن بها فينا وفي إخواننا إنما حلت أمام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. ولكن الصعافقة في كل زمان ومكان يتبجحون بسماعهم لكلام العلماء وهم والله بعيدين جدا من منهج العلماء ومن سماع توجيهاتهم وإرشادهم حفظهم الله تعالى، أعني العلماء. والجميع صاروا لا يحتاجون أدلة بعد ردهم بالباطل والكذب وطعنهم بالباطل على العلامة محمد بن هادي المدخلي. وأنا قلت بالباطل لأن احنا ما بنمنع الرد أصلا لقول الإمام مالك وما منا أحد إلا راد ومردود عليه، ولكن لما يكون الرد
بالباطل وبالكذب والفجور والبهتان، ويكون فوق ذلك كذب وضلال وبهتان وافتراء على أحد أعلام علماء الأمة اليوم، فإننا والله ندافع عنه دفاعاً عن الدين أولاً، وذباً عن عرضه وإخوانه من العلماء الربانيين ثانياً، ولا نتعصب أو ندعي العصمة في أحد منهم أبداً كائناً من كان دون النبي عليه الصلاة والسلام. أما سبه لنا فأظنه لا يحتاج إلى تعليق ولا دفاع بعد طعنه وباقي الصعافيق الذين معه في العلامة مقبل الوادع وفي العلامة محمد بن هادي حفظه الله تعالى، ولأنهم إذا لم يسلم منهم العلماء الكبار فهل نسلم منهم نحن أو غيرنا؟ مسألة، وهي قول صعفق السودان أننا نغلو في تكفير الصوفية، هذا كذب واضح يعرفه كل من عرفنا، وقد ذكرها هذا الصعفقي أيضا عند العلامة ربيع، فبينت للشيخ أن هذا الرجل يكذب ورددت عليها في حينه، وسكت الصعفق عند الشيخ، وقال له الشيخ لا تتكلم في هؤلاء الشباب والإخوة بعد اليوم ولا تسبهم، أسكت 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 3 مرات. فلماذا لم يتبع الصعفوق توجيهات العلامة ربيع ويسكت ويسكت ويسكت؟ لكن هذا أدب الصعافيق مع العلماء الأكابر، يزعمون أنهم متبعون للعلماء وهم أعداء العلماء، ويحبون أن يفرقوا بين العلماء ويفتنوا بين السلفيين. وأما حلقات الأسواق التي أنكرها على الشيخ محمد بن هادي الذي اتصل بنا هاتفياً وأقام لنا محاضرة هاتفية وأخذها على الشيخ، ما أخذها، لأن الشيخ حاضر شباباً وإخوة من السودان يحاضرونهم في الأسواق. فحتى العلامة الربيع في جلستنا معه لما ذكرها له هذا الصعفق قال له الشيخ فيها، وقال لنا أيضاً أفضل لكم المساجد، أفضل لكم المساجد، ولم يحرمها علينا بل قال أفضل، نعم بل قال الشيخ ربيع أفضل. والإخوة بالسودان لهم فتاوى، لنا في هذا فتاوى من العلماء الأكابر أيضاً في جواز حلقات التوحيد وفي الأسواق والجامعات كفتوى العلامة الفوزان. أحسن الله إليكم. يقول يعمد بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى إقامة بعض المحاضرات والمواعظ في الأسواق العامة ويحصل فيها شيء من الاختلاط، ولكن قد يحصل فيها نفع ويتوب من يتوب من هؤلاء، فهل فعلهم ذلك صحيح؟ نعم فعلهم صحيح، وهذا كان معمولا به في هذه البلاد إلى عهد قريب، كانوا في يوم من أيام الأسبوع يخرج العالم أو المفتي أو القاضي وينصب له كرسي في السوق ويلقي درسا ويستمع الناس إليه ويستفيدون منه. أما الاختلاط فهذا يجب منعه، يجب على ولاة الأمور وعلى أهل الإيمان وعلى أن يمنعوا هذا الشيء. نعم. قال كان معمولا به في هذه البلاد السعودية، وهذه توافق قبل أن نكمل فتوى العلامة الإمام محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا في مجموع فتواه ورسائله طبعة الحكومة مكة المكرمة
لما أرسل رسالة إلى قاضي، أرسل إليه محمد بن إبراهيم رسالة إلى قاضي، فقال للقاضي: وآمرك أن تنصب كرسياً في السوق وتدرس الناس فيه كتاب التوحيد. وأما قول الصعفق عن المناظرات العلنية والردود على أهل الباطل علناً ومناظرتهم علناً أمام الناس، فلنا فيها فتوى قوية من العلامة ابن عثيمين في وجوبها، وأنا نقلتها بالحرف وموجودة في التسجيل على الإنترنت. هل يجوز لطلبة العلم الشرعي المتمكنين في علم الشريعة عقد المناظرات العلنية مع أهل الأهواء كالعلمانيين وغيرهم، ردا على افتراءاتهم ودحضا لشبهاتهم حول الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي عموما؟ تقول هل يجوز؟ اي نعم، انا اقول يجب على المتمكنين ان يجادلوا هؤلاء، لقوله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وإذا تبين الحق ولم يرجع إلى هؤلاء فعلى ولي الأمر أن يلزمهم بذلك أو يعزرهم تعزيرا يردعهم عن الدعوة الباطلة، لأنه لا يمكن أن نجعل الناس وشياطينهم أحرارا يقولون ما شاء ما دام لنا قدرة والحمد لله وسيطرة وسلطان، فيجب أن نردع هؤلاء حتى لا يغيثون في الأرض فسادا. وإذا كانت الحرابة بأخذ الأموال من الناس حكمها معروف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا كان هذا في أخذ أموال الناس والاعتداء على حياتهم الدنيوية، فكيف بمن يسلب الناس دينهم؟ أما مسألة الجامعات، فتوى ثالثة للعلامة الفوزان، وكان السؤال خاصا بإقامة الحلقات في الجامعات، فجاوب الفوزان حفظه الله تعالى العلامة بنحو ما جاوب العلامة ابن عثيمين. فها أنت ترى الإخوة في السودان يسيرون على خط العلماء، ونحن نخاطب هؤلاء الصعافقة وهذا الصعفق وبفتاويهم، ولكن هذا الرجل يكذب عليهم ويفجر. ولكنني أقول: ليست القضية بيننا وبين هذا الصعفق وأولئك الصعافقة، ليست القضية قضية حلقات ولا غيرها أبدا، وإنما خلاف الرجل ومن معه من الصعافيق خلافه مع الإخوة السلفيين خلاف منهج، فمنهج الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد واجتناب الطواغيت، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعوة هذا وأمثاله الطعن بالسلفيين وأكابرهم من العلماء والسكوت عن أهل الشرك والبدع، وهذا من أعظم الغش للمسلمين كما بيّن ذلك العلامة الفوزان. وأما مسألة التصوير، تصوير المحاضرات التي نفعلها والتي عابها الصعفقي على فضيلة شيخنا محمد بن هادي المدخلي لما اتصل بنا بالسودان وحاضرنا هذه القضية، وكذلك الدخول إلى التلفاز التي عابها أيضا، والتي جعلها الصعفقي أصلا من أصول الولاء والبراء عنده، فإن لنا فيها فتاوى علماء وأئمة كبار أخذنا بها كفتوى العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، واستمع إليها الآن. قد كنت فيما مضى
أعتقد أن عندي توقف لما يتعلق بالصور في هذا التلفاز الذي تنقل فيه الصور، صور المحاضرات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة. ثم بدا لي أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في واسطة التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية وحاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما قوى عندي عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه. هذا هو وجه عدم المنع في هذا وعدم التوقف عنه. وللمسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن أقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق مصلحة العامة أعظم وأكبر ثم يتعلق المصلحة الفردية في تابعية ونحوها. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم ده منو يا جماعة؟ بن باز، ما صعفوك بن باز الإمام، كما قال الشيخ محمد بن هادي، قال الإمام ابن باز هو شيخ الإسلام في هذا الزمن. ولما شرح العقيدة الواسطية بشرح الشيخ ابن باز قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ألفها، وهذا شيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز شرحها، حفظهم الله جميعا ورحم الله من مات. الشيخ محمد بن هادي حفظه الله يحرم هذا ويخالف الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا. فلما قرأ هو، أعني العلامة محمد بن هادي حفظه الله، قرأ هو هذه الفتوى من شرح الشيخ ابن باز لكتاب التوحيد، قال والله أنا أخالف شيخي ابن باز في هذا، ولكن لأجل هذه الفتوى من العلامة ابن باز أنا أعذر إخواني في السودان. هكذا العلماء. وتابع معي باقي الكلام فإنه مهم. وكذلك فتوى للشيخ ابن عثيمين صوتية لما سئل عن التصوير بكاميرا الفيديو فأجاب: التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لمصلحة فلا بأس، كمحاضرات أو معلومات تفيد الإنسان، وأما إذا كانت عبثا فأقل ما فيها أنها إضاعة للمال والوقت في التصوير وفي عرضها على الجهاز التلفزيوني وفي الوقت أيضا. فالمهم إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس، وإلا فتركها أحسن. ومن علمائنا من حرم التصوير بالفيديو للمحاضرات والندوات كالعلامة الشيخ ربيع والعلامة الشيخ محمد بن هادي حفظهم الله جميعا. ولكن المقصود هنا أن علماءنا الذين حرموا ذلك لم يضللوا ولم يسبوا علماءنا الذين أجازوه، هذا هو المقصود. وكذلك العكس، علماءنا الذين أجازوه لم يضللوا ولم يسبوا من حرمه، وذلك لأنهم جميعا هؤلاء وهؤلاء تربوا حفظهم الله ورحمهم الله جميعا، تربوا على العلم الصحيح الصافي، وتربوا على أدب العلماء بين العلماء، بخلاف هذا الصعفق والصعفق من الصعافيق ومن الصعافقة نزار هاشم الذي يجعل مثل هذه المسائل سببا لتضليل السلفيين وسبهم وشتمهم بل والطعن عليهم حتى مع شيخهم الذي لم يتصور معهم ولا يرى التصوير حتى بالفيديو لا يراه،
ولكنه لم يسلم من شر الصعفوق أيضا. فأي منهج هذا الذي عليه هؤلاء الصعافقة جميعا؟ وبعد هذا الظلم كله يأتي الشيخ عبد الله ابن صلفيق الظفيري ويقول عن وريقات نزار صعفوق السودان إنها نصيحة مؤدبة وموفقة. انظروا إليها الآن، هذا من واتساب الشيخ عبد الله بن صليفيق الظفيري أو الظفيري، هذا واتسابه. سئل عن طعن، وهو ليس رد، طعن وسب نزار، وسيأتيك العبارات التي فيها الطعن والسب مليئة مليئة في وريقات نزار هذا. سئل عن هذه الوريقات وقال مؤدبة وموفقة. فبالله عليكم أقول، متى صار الكذب والبهتان أدبا وتوفيقا؟ بل هو الخزي والعار والخذلان. وآخرون كذب فجرة أيضا معهم غردوا بهذا ونشروا أن الرد مؤدب وأن الرد كذا وأن الرد كذا، وهذه هي الوثائق أيضا. هذا رجل يسمى ب وموجودة في الشاشة برضو شاهدوها، موجودة. طيب، رجل يسمى زكريا لما سئل عن هذه ماذا قال عندكم في الشاشة؟ قالوا له شيخنا الفاضل حفظك الباري، اسمه زكريا، زكريا بطرس، المهم زكريا، شيخنا الفاضل حفظك الباري، هل توافقون على نشر رد الشيخ نزار على الشيخ محمد بن هادي في المجموعات السلفية؟ أم أن هذا يعتبر من الخوض فيما يجب السكوت عليه؟ ولاحظ إن لمن الشيخ محمد بن هادي جرحهم وطعن فيهم بالأدلة الموثقة قالوا المفترض الشيخ ما كان يتكلم، لأنه ده سبب الفتنة بين شنو؟ السلفيين، كان يسكت، يجب عليه السكوت. وانظر هنا إلى كلام الصعافقة، تعلم تناقضهم الرهيب العجيب. لما يسأل عن رد الشيخ الذي كان بالأدلة يقول يجب عليه، كان يجب عليه أن يسكت، ولما يسأل عن كذب الصعافقة على الشيخ الذي هو خال من الأدلة وكله بهتان وكذب وفجور يقولون مؤدبة وموفقة، ويقولون تنشر واستفيدوا منه، ويقولون الرد جميل. وثيقة واحد لما سئل أم هذا يعتبر من الخوض فيما يجب السكوت عليه قال كلام طيب واستفيدوا منه. قيل لو تسمح بالنقل عنكم يا شيخنا الغالي؟ قال نعم. قيل جزاكم الله خيرا. وهذا ثالث اسمه صلاح كنتوش، قال وأما موضوع رد الشيخ نزار من الظلم أن يعتبر من سوء الأدب. وحجيك الآن للكلمات التي قالها من؟ نزار. قال من الظلم أن يعتبر من سوء الأدب، وموجود عندكم في الشاشة، بل إني قرأته حرفا حرفا ولم أر فيه ما ذكر، والرد جميل. ونحن نحفظ للشيخ محمد بن هادي مكانته في السنة، وهذا كذب، كقولهم أنت طيب وأبوك ابن كلب. لكن المسائل المذكورة قال صحيحة، المسائل المذكورة من أنك تفرق بين السلفيين وأنك وأنك، المسائل دي كلها شنو؟ صحيحة وجميلة. لكن المسائل المذكورة صحيحة، فلا تجعلوا الأمر خصومة بينكم. أفتى ولا ما أفتى؟ أفتى. بعدما أفتى وانتهى قال وأرجع الأمر إلى علمائنا فهم أحرص منا على دين الله ودعوته، سلمكم الله، كتبه شيخنا صلاح كنتوش. طيب،
ثانيا سوء أدب الصعفوق وقلة حيائه وطعنه في العلماء الكبار والرد على من زعم أن أسلوبه مؤدب موفق جميل إلى آخره. أولا، يحاول الصعفوق من الملاحظات على ورقات الصعفوق أنه يحاول أن يخرج العلامة محمد بن هادي من الكبار في العلم بعبارات وألفاظ ماكرة ولكنها عند العقلاء ظاهرة، فتراه أحياناً كثيرة جداً في عباراته في وريقاته يجعل العلامة محمد بن هادي في كفة ويجعل باقي العلماء الكبار في كفة أخرى. فمثلاً يقول هذا الصعفوق عن الشيخ حفظه الله مثلاً: تخالفون بكل وضوح، انتبه معي، تخالفون بكل وضوح علماء السنة الكبار الأكابر، من الصفحة رقم 3 عندي هنا. ويقول مثلاً، استمع عندي في الصفحة رقم 4: موقفكم الذي لا يحمد مطلقاً الذي قال فيه الكبار فيه كلمتهم. ويقول في الصفحة رقم 4 إلى 5: هذه الكلمة يا فضيلة الشيخ هي نفس عبارة عطايا في الغمز في الأكابر. ويقول في الصفحة رقم 8: بل حتى أنت فضيلة الشيخ وفقك الله، قد علمنا حالة هذه الكلمة عندهم، قال: عرضت بأكابرنا. مع أن هذا الرجل الصعفق كان يعتبر العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله من الأكابر، بل كان يعتبره ممن يمتحن به في كل الدنيا. وانظر إلى الشاشة، وثيقة رقم 9، يقول نزار، قال الشيخ، مكتوب هكذا: نزار هاشم العباس حفظه الله، تحت في وسط الورقة، قال نزار هاشم العباس: الآن نحن، هذا في القديم يا جماعة، هذا في السابق، قال الآن، ده قبل ما الشيخ محمد بن هادي يعمل لنا المحاضرة بالتلفون، قال نزار: الآن نحن نمتحن الأمة كلها في السودان وخارج السودان بالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي رضي من رضي، ومن لم يرضى ولم يرضى، من لم يرضى فليشرب من البحر الأحمر أو من النيل الأبيض. وضح لكم؟ هذا هو، هذا سابقا نزار هاشم قبل اتصال العلامة محمد بن هادي بأبنائه وإخوانه بالسودان. فما الذي تغير الآن؟ الذي تغير الآن هو أن الشيخ محمد بن هادي خالف ما يهواه الصعافقة وما يهواه صعفوق السودان الوحيد في السودان، وقال الشيخ بالحق في هؤلاء الخبثاء الذين هم في الحقيقة الشيوخ الحقيقيون لصعفقي السودان، مع أنه كان يتمسح بالكبار فترة من الزمان، ولكن الله فضحه الآن، فعرفنا أن كباره الحقيقيين في نظره هم عرفات محمدي وعبد الواحد مدخلي ومهند بتار وعبد الإله الجهني، لأنه طعن في الكبار، لأنه طعن في الكبار لما طعن، لأن نزار طعن في الكبار لما طعن الكبار في الصغار بالحق، فعرفنا من هم شيوخه حقيقة الذين كان يتبجح فيهم بهم فترة من الزمان. ويقول عن إخواننا بالسودان: هؤلاء ما ترعرعوا عند المشايخ،
هؤلاء ما جلسوا عند الأكابر، هؤلاء ما ذهبوا إلى العلماء الأكابر، فعلمنا أن العلماء والأكابر والمشايخ عندهم هؤلاء الصعافقة وليسوا الأكابر عند المسلمين. وهذا يذكرني بحال جماعة الصافية المختارية أتباع مختار البدري المفتري عندنا في السودان، وقد انتهوا الآن فباطلهم بفضل الله عز وجل. فكان هؤلاء ينسبون أنفسهم كما تذكرون للإمام الألباني، حتى أخرجوا مجلة رأيتها بعيني قبل أكثر من 10 سنوات لشباب الصافية أتباع مختار البدري، قالوا نحن السلفيون الألبان نسبة للألباني. فلما جاءت فتنة الحلبي قبح الله وجهه ومن معه وبدعه العلماء الكبار حقيقة، وظهرت ضلالات الحلبي للعامة فضلا عن الخاصة فضلا عن العلماء الأكابر، وصاروا هم شباب الصافية يدافعون عنه ويؤصلون القواعد الباطلة ويبتدعون القواعد الباطلة ويدخلونها في الإسلام نصرة لحلبيهم، وخالفوا الألباني الإمام المبجل. علم الناس حينها أنهم أتباع الحلبي ولا علاقة لهم بالإمام الألباني رحمه الله تعالى، لا من قريب ولا من بعيد، وكذا حال نزار. ثانيا، وأيضا يحاول الصعفوق أن يصف نفسه بالذي يريد بأنه هو الذي يريد أن يحافظ على الدعوة السلفية، وأنه يخاف عليها أن تنشق، وأنه هو الذي يحافظ على مكانة أهل العلم، وكل ذلك برده على العلامة محمد بن هادي، وكأن الشيخ محمد بن هادي يريد شقها ولا يريد حفظها ولا يحترم مكانة أهل العلم. لذلك وقف الصعفوق السوداني هذه الوقفات كما زعم مع الشيخ محمد بن هادي لكي لا تنشق الدعوة بتصرفات العلامة محمد بن هادي كما زعم، وافترى الفاجر الخبيث. قال الصعفوق، دليل على صدق هذا الكلام السابق، قال الصعفوق يدلل على كلامه وعلى سبه وطعنه، قال في وريقاته: لأجل هذا وغيره وحفاظاً على دعوة الله السلفية المحفوظة بحفظ الله وأهلها وعدم شقها، وتنزيلاً لكل أمر في محله ونصابه، وحفاظاً على مكانة أهل العلم الواجب حفظها ورعايتها، سأقف مع فضيلتكم وفقكم الله بعض الوقفات، نصحاً وتذكيراً. من صفحة 3 من وريقات الصعفق السوداني الوحيد. فكانت هذه النصائح منه للشيخ محمد بن هادي، لأن تصرفات الشيخ في نظر الصعفق السوداني الوحيد تفرق السلفيين في العالم، وقد صرح هذا الصعفوق بهذا صراحة وطعن بها العلامة محمد بن هادي. فقال الخبيث في الصفحة رقم 15 من ورقاته وهو يتكلم عن أسلوب ومسلك الشيخ محمد بن هادي، قال: وهذا المسلك وفقك الله يربي الشباب على الجرأة والتعدي، ويفرق السلفيين، ويحطم الحدود والآداب ومراتب الناس ودرجاتهم، إلى آخر ما قال. فقبحه الله الكذاب الخبيث الذي يلعب بالعبارات، فكلامه وطعنه في العلماء واضح. قال السلف: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله بمنتقصيهم معلومة، كيف لا وهم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء الحديث. وقد رفعهم الله وشرف قدرهم بقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثالثاً، إليكم بعض الألفاظ
التي قالها صعفوق السودان وصعافقة العالم الذين يساندونه، ومن قال إنها مؤدبة وموفقة، ومن قال إنها جميلة، ومن قال استفيدوا منها، ومن قال ومن قال. إليكم جميعاً بعض الألفاظ التي قالها هؤلاء وهذا الصعفوق، أوجهها للعقلاء أولاً لأنهم عقلاء، ثم لرابطة مشجعي الصعافقة الذين قالوا عن أسلوب نيزار ومسلكه فيما كتبه طعناً في الأكابر، فقال هؤلاء فيها إنها موفقة مؤدبة، ولمن قالوا عن هذا الباطل والفجور قرأته حرفاً حرفاً والرد جميل، ووجهها لمن قال عنها كلام طيب استفيدوا منه. والعجيب أنهم حكموا عليها وبشهادات الزور أولاً، ثم قالوا بعد ذلك وارجعوا إلى العلماء، إلى علمائنا فهم أحرص منا، إلى آخر ذلك الفجور والكذب الواضح. أقول إليكم هذا الأسلوب وهذه العبارات التي جعلها الصعافقة جميعاً هنا وهنا، جعلوها قمة الأدب والتوفيق. جاء في الوريقات الموصوفة بالأدب العبارات أدناه، وهي الأدب والتوفيق عند الصعافقة، وهذه العبارات كلها في حق العلامة محمد بن هادي، لا تنسوا هذه. قالوا وقال: قد تغيرت عما عهدنا وعرفنا، قد تغيرت عما عهدنا وعرفنا، وقد عهدوه وعرفوه بالمنهج السلفي، ولكنه الآن في نظرهم تغير، قربت البعيد وأبعدت القريب إلى آخره. هذه الأولى. الثانية: تهكمت بالكبار. فهو متهكم وهو ليس من الكبار. ثالثا: ما أنت عليه الآن من أمور منكرة وغريبة، أقولها لك بكل صراحة، وكذلك آن لنا أهل السنة أن نتكلم عن هؤلاء الصعافقة السفهاء بكل صراحة. طيب، رابعا قال: والسفهاء السقطة بجوارك، فكل ببطانته. خامسا قال الصعفق يربي، عن الشيخ محمد بن هادي: يربي الشباب على الجرأة والتعدي ويفرق السلفيين. بعدها عبارات كثيرة 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 قبيحة امتلأت بها وسودت بها هذه الورقات لهؤلاء الصعافقة، وهذا إن دل إنما يدل على سوء أدب الصعافقة. وأنا جمعت كل هؤلاء الشباب الصغار الصعافقة في الحكم عليهم بهذا الكلام الذي قاله هذا الصعفق السوداني، لأنهم أولاً أيدوها ووصفوها بالأدب والجمال والتوفيق إلى آخره، بل دعوا طلاب العلم والشباب للاستفادة منها، وليس فيها صدق واحد من كلام نزار. طيب، وجمعتهم جميعا في الحكم ثانيا، لأن القاعدة الشرعية تقول أن الراضي، إن الراضي كالفاعل، كما قال العلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان استدلالا بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وبقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. قال العلماء: لا شك أنهم ليسوا جميعا قالوا هذا الكلام الذي في الآيتين، ولكن قاله بعضهم فشملهم الحكم جميعا، لأن القاعدة الراضي كالفاعل، ولذلك هذا السوء من الأدب. والطعن في العلماء الأكابر يشمل جميع الصعافقة بلا استثناء، لا سيما وبعضهم بيّن أنه لم يرضى فحسب، بل أفتى وهو ليس أهلاً للفتوى، أفتى بأن الطعن جميل لآخر ما قال وما ذكرنا. فوافقوا
فأفتوا أولا ثم وحكموا أولا ثم قالوا ارجعوا إلى العلماء، فخالفوا صريح القرآن ووافقوا في هذه الخصلة المنافقين في الحكم على الأمر والفتوى على الأمر أولا، ولا يرجعون إلى العلماء، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا أيضا من صفات الصعافقة أنهم يفتونهم ويدعون الرجوع إلى العلماء بعد ذلك، ولا يأخذون من العالم إلا ما يوافق أهواءهم، بل يخططون من وراء العلماء في مسائل الدعوة، ويوقدون الفتن بين أهل السنة بل بين العلماء الأكابر. وتحضرني هنا قصة عجيبة غريبة، ووحدها تكفي وتكفي والله وبالله وتالله في بيان خبثي ومكري وسفاهتي وقلة أدب هؤلاء الصعافقة هنا وهناك، وهي قصة عبد الواحد المدخلي حينما أراد أن يفتن بين العلمين والشيخين العلامة ربيع والعلامة محمد بن هادي المدخلي. والقصة كالآتي: رجل اسمه جمال المقدوني من مقدونية جاء للشيخ محمد بن هادي، انتبه، وسأله، قال له: أنا في دولة مقدونية 90% تقريبا نصارى. اسمع الكلام ده كويس، والآن حنعرض لك الوثيقة بالصوت والكتابة، لكن بس اسمع الكلام أول القصة كاملة عشان تعرف الحاصل. فجل الشيخ محمد بن هادي وقال له: يا أخي الحاصل بلدنا 90% نصارى و10% مسلمين، وال10% ديل السيطرة على المساجد وعلى أماكن الدعوة إلى آخره لجماعة الأخوان المسلمين، وأنا سلفي ومعه قلة، ماذا أفعل وكيف أعمل في الدعوة هناك؟ قال له الشيخ محمد بن هادي حفظه الله: اعمل في الدعوة وانشر الدعوة بالحكمة وداري هؤلاء. كلام ده فيه خطأ شرعي؟ معروف ما فيه خطأ شرعي، وأي عاقل يعرف ذلك، أي عاقل، فضلا على العلماء، وهذا منهج العلماء جميعا سلفا وخلفا. فجاءوا إلى الشيخ ربيع بعد فترة وقالوا: يا شيخ محمد، الشيخ محمد بن هادي قال لي جمال المقدوني تعاون. اسمع الكلمات دي كويس واحفظها، والآن حتعرض لك بالموثق، تعاون مع الإخوان المسلمين والصوفيين والصوفية والقطبيين. شيخ ربيع حفظه الله تعالى رجل صبور وغير متعجل ومتثبت، وكما قال عنه شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفق الله الجميع، قال الشيخ ربيع، وسمعتها منه بأذني، قال الشيخ ربيع: عالم وصالح ومجاهد، أسأل الله أن يبصره بحال هؤلاء، وكررها مرات ومرات في المجلس. فاتصلوا بالشيخ محمد بن هادي، والموبايل لعبد الواحد المدخلي الصعفق، وشغل السبيكر، لأنه الشيخ ربيع يعني يخط التلفون من بعيد، يعني ما يخط في أذان. فقال الشيخ بعد يعني كلام طويل وسلام وكلام، الشاهد في الأمر، قال الشيخ ربيع حفظه الله للشيخ محمد بن هادي: جمال يقول أنك قلت له تعاون مع الأخوان المسلمين والصوفية والقطبيين. الشيخ محمد بن هادي قال: هو ينكر هذا بنفسه في الورقات التي قدمها لك يا شيخ. يعني جمال نفسه قال مع الشيخ محمد بن هادي، ما قال لي الكلام ده في الورقات، قال لي عندك يا شيخ ربيع، هكذا يقول الشيخ محمد بن هادي. خلاصة الكلام، الشيخ ربيع يقول للشيخ محمد بن هادي: أنت الآن، أنا أسألك، أنت قلت له هذا أم لم تقله؟
وده الموضوع هنا يا جماعة. فقال الشيخ محمد بن هادي وفقه الله ورعاه: أنا يمكن أقول هذا الكلام يا شيخ على سبيل شنو؟ الاستنكار واضحة. الشيخ ربيع فهيمة جزاه الله خير قال: هو ينكر هذا. عبد الواحد المدخلي الصعفق قال: لا يا شيخ، بيقول للشيخ ربيع لأنه واقف جنبه، قال: لا يا شيخ، هو يقول لك أنا ممكن أقول هذا، يعني ممكن أقول شنو؟ تعاون مع الصوفية والأخوان المسلمين والقطبيين. الشيخ محمد بن هادي ما سامع لأنه صوت، لو لاحظت في الحتة دي بقى واطي زيادة، كأنه الصعفق أبعد التلفون من شيخ ربيع شوية، صوت محمد بن هادي بقى شوية بعيد لكن واضح. الشيخ بقى يتكلم، الشيخ محمد بن هادي ما سامع الحاصل. قال: قلت له تعامل بذكاء وداري عن دعوتك. والشيخ محمد بن هادي بيتكلم كده. الشيخ ربيع قال: والله ما أدري إيش يقول، ما سامع. عبد الواحد المدخلي الصعفق قال لي: يقول تعاون بذكاء يعني مع أهل البدع، وقفلوا التلفون. هذه وحدها تكفي لفتح الصعافقة حول العالم، والله ما يحتاج لمحاضرة وكلام كثير، إذا كانوا يستحوا من أنفسهم أو يستحوا من الناس أو يستحوا من الله سبحانه وتعالى. شغل هذا الكلام الذي ينسب إليك، لما تصدقوا وأما تكذبوا. كلنا ننكره يا شيخ، يقول أنا ما قلت له هذا الكلام. أنت ما قلت له هذا الكلام. هو من نفسه يقول إنك لم تقل له هذا الكلام في الأوراق التي عندك يا شيخ. في الأوراق ذكر بس فقط قولك الغنية في الآن. أنت قلت له هذا الكلام ولا ما قلت له؟ هو بنفسه الآن عامل غنية. أنا يمكن أقول هذا الكلام. يقول أنت ذكي. يقول أنت خليه يعني كن ذكيا في التعامل يعني مع أهل البدع. مباراة بس. في زول ما وضعت له؟ الورق هناك. أبو جرير. واضحة؟ طيب. فهكذا هم أهل فتن، أرادوا أن يفتنوا بين العلماء الأكابر. فيدخلوا من شاء في العلم. ويخرج من شاء من العلماء الأكابر. وهذه تذكرني بأخرى، هذه لعبد الواحد المدخل، تذكرني بأخرى لعرفات محمد، وهي أن الشيخ العلامة ربيع طلب مني أنا ألا أرد على نزار، وقال: أخبر الإخوة في السودان بهذا وأن نتآلف جميعا. هذا في ذلك الوقت. ثم أتيت إلى الشيخ محمد بن هادي أيضا زائرا له، فطلب مني أيضا ألا أرد على نزار، وقال لي: أنا أخبرت نزار ألا يرد عليكم، وقال: أمضوا في الدعوة. إذن مشايخنا يريدون ماذا؟ الإصلاح، ويريدون مصلحة الدعوة السلفية في العالم. فقلت للشيخ محمد بن هادي لما نصحني أيضا، قلت له: وهكذا طلب مني الشيخ ربيع. وقد استجبنا الحمد لله منذ أن طلبوا منا، وجهونا هذه التوجيهات، إلى ما يزيد على سنة أو سنة ونصف لم نتكلم عن نزار باسمه بفضل الله سبحانه وتعالى، اتباعا لتوجيهات هؤلاء العلماء. فدعيت بعد ذلك للعشاء عند هؤلاء الصعافقة، ولم أعلم في ذلك الوقت أنهم صعافقة. كنت أظن أن هذا تلميذ فلان وأن هذا فلان وأن هذا فلان، فكنت فرحا بهم والله الذي لا إله غيره.
خرج بعرفات محمدي وخلى بي وهو فيما أظن كبيرهم، خلى بي خارج البيت بيت العشاء وأعطاني أوراقا وقال لي هذه مؤاخذات نزار هاشم عليك، لا بد أن ترد عليها وتكتب عليها ردا. وهذا بعد أن نصحني الشيخان الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي أن أسكت ولا أرد، فأعطاني عرفات الأوراق وقال لي رد. فلما رأى أظنه التعجب على وجهي من كلامه قال لي ترى المشايخ ينتظرون ردك على نزار، والشيخ ربيع يريد ردك أيضا، ولا تخبر بهذا أحد. فاتصل الجوال في جيبي فأخرجت وقلت له هذا الشيخ محمد بن هادي اتصل بي. فذعر عرفات محمدي الصعفق الضخم في الصعافقة الضخم من التصعفق وليس الضخم جسدا، فذعر وقال لي لا تخبر حتى الشيخ محمد بن هادي بهذا، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وأباهله مليون مرة في أي مكان، عند الكعبة أباهله، عند بيت الله الحرام، أن يكذبني بهذا الكلام. وهو لا يستطيع لأنه هناك أشياء لم يعلمها هذا الصعفق عرفات المحمدي لا يستطيع الإنكار. وقفنا وين؟ طيب أيوة. وهكذا يقول كبار الصعافقة رد، ويقول كبار العلماء الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي لا ترد، فأي الفريقين أحق بالفتنة وشق السلفيين؟ وحتى نزار علمت بعد ذلك من نزار، والوثيقة معي الآن، علمت من نزار أنه كان مخططا مع عرفات أن يوقعاني كلاهما في الفخ، الشيخ ربيعي والشيخ محمد يقولان لي لا ترد على نزار، وعرفات ومن وراءه نزار يقولان لي رد على نزار، ليقولان للشيخين ربيع ومحمد بن هادي انظروا إلى شباب السودان وإلى الدعاة في السودان الذين سكتتم عنهم ويزورونكم وتفتحوا لهم أبوابكم تقولون لهم لا تردوا وهم ردوا. وهذه ورقة نزار، هذه الورقة أعطاني لها تلميذه المسمى بوليد، يقرأ في الجامعة الإسلامية ومقيم في الجامعة الإسلامية، أعطاني لها في الحرم المدني مطبقة بظرف أبيض، وما علم أنها ستكون عليه وبالا في يوم من الأيام. أعطاني لها وقال هذه مؤاخذات نزار عليه، مؤاخذات انتهت ورددنا عليه فيها عند الشيخ ربيع، وهذا ليس موضوعنا الآن، لكن الموضوع في الصفحة الثالثة من هذه الورقات. أنا أخذت تعته خط بالقلم وصباعي ينبغى ظاهر، تنبيه من قوله تنبيه، شايفين هي شوية تصويرة تعبان، تنبيه أنا أقرأ لك ودي عندنا واضحة، تنبيه قال نزار ما وعدتك به من كتابة المخالفات والأخطاء التي أخذت عليك، وده كله كذب طبعا، بتفصيلها سيأتيك أيضا، وقد رددنا عليها أصلا من خلال بعض الكتابات والصوتيات. شاهد وين؟ وقد أعطاك الأخ الشيخ عرفات وفقه الله شيئا من هذه المخالفات ونبهك عليها أنت ومن معك، ولم تأتي بأي نتيجة حتى هذه اللحظة. نتيجة شنو؟ الرد الذي منعني منه العالمان الجليلان الشيخان الفاضلان ربيع ومحمد بن هادي. شفت الفخ ده كيف؟ ومن وقع حفرة لأخيه، قال أهل الابتداء عندنا وقع فيه، صحيح ولا ما صحيح؟ وقد وقعوا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من مكر بالدعوة السلفية لا بد أن الله سبحانه وتعالى يفضحه في يوم من الأيام، وقد فضحوا وانتهوا بإذن الله وبفضل الله، وإن شاء الله
وهذا ما نراه ونعتقده ونراه أمامنا ماثلاً بفضل الله وحده جل وعلا وبحوله وقوته تبارك وتعالى سبحانه بحمده. ختم كلامه الصعفق بقوله: وهذا ليس من سمات من أراد الرجوع إلى الحق. يعني داير شنو؟ يصيرني لسه بالورقة دي عشان أرد على الورقة دي التي منعني العلماء من الرد على نزار. طيب لسه يا جماعة فضل بسيط لكن في شغل جاي، نوقف ولا تمشوا؟ تمشوا؟ طيب وتذكرني هذه بثالثة، وهي أنني في آخر زيارة لي قبل هذه الزيارة في فترة لم تتجاوز شهر تقريبا أو تزيد قليلا، جئت قبل سفري بيوم لأودع الشيخ الحبيب محمد بن هادي، فأوصاني الشيخ بوصية واحدة والله ما زاد عليها، وهي: لا ترد على نزار، لا ترد على نزار، أنت والإخوة الذين معك في السودان. فقلت له: أبشر يا شيخ، أبشر. وقد حضر هذه الوصية ثلاثة أشخاص من الإخوة الفضلاء، نحسبهم محمد إخوان أبو عبد الرحيم وأبو أسامة الكوري المغربي وعمر إبلاضي المغربي حفظهم الله. الشيخ يقول لي شنو؟ الشيخ محمد بن هادي قال لي: ما ترد على نظر. وكرر لي وقال: أشهد هؤلاء الإخوة. الشيخ قال كذا، قال: اشهدوا. قلت له: يا شيخ أبشر. قال لي: أنت والإخوة اللي معاك في السودان. وجيت كلمت أخواني. شفت الكلام ده كيف؟ الشيخ يقول، الشيخ محمد بن هادي يقول: ما ترد على منه؟ نزار. ونزار يسب ويطعن الشيخ في كم ورقة؟ 16 صفحة. فأقول: انظر ما أوصاني به نحوك شيخك الرفيق، وبما جازيته به أيها الصعفوق الصفيق. ثم بعد ذلك كله يطعن فيه صعفوق السودان: فمن هو بالله عليكم الذي يريد مصلحة السلفيين؟ الكلام القبيلة قالوا نزار. ومن هو الذي يريد شقهم؟ منو؟ نزار، نزار. طيب، وأيضا يوم زرت الشيخ ربيع وجلست، ودائما لما أمشي المدينة بزوره، ربنا يشهد على هذا الكلام. الشيخ العثيمين يقول اللي بيقول كلام ويقول ربنا يشهد عليه، هذا إن لم يكن صادقا يكفر، يشهد ربنا. فأنا أشهد الله سبحانه وتعالى الآن ومن حضر من الملائكة، وأشهدكم جميعا إن الكلام ده كله حق كما هو. فزرت الشيخ، جلست، سألت من شبهات تعصفية كنت أحتاج الرد عليها من الشيخ العالم الشيخ ربيع حفظه الله. الشيخ ردها لي كلها، أي شبهة بدي له بفرتقها له. في شبهة رداها وقال لي الكلام ده أنا قريته في كتب ابن تيمية قديما، قال: يا عبد الإله، ده عبد الإله الجهني الشيخ ربيع، قال: يا عبد الإله جيب الكتاب الكذا، والكتب قريبة، لكن الشيخ طبعا متكي في السرير وحوالينه الكتب ما شاء الله، يقرأ ويطلع ويجاوب يفتي الناس، يعني يقرأ في نفس الوقت ويؤلف في نفس الوقت ويراجع مؤلفاته، ولو جاء زول يستفتي برضه يرد عليه، شغال في جميع هذه الأشياء جزاه الله خير. المهم، فقال: يا عبد الإله جيب الكتاب الكذا لابن تيمية داك، ولا اشتغل بالموضوع، مع إن الكتب مرصوصة قريبة. فأخذت في نفسي دي واحدة في نفسي الجلسة. بعد ما انتهى الشيخ من الرد على الشبهات قال لي: أبغاك والله تكيفت كيف؟ فرحت فرح، ما عشان العشاء، خلاص، عشان طول المجلس مع الشيخ، وإنه حستفيد منه أكثر ومعلومات جديدة وفوائد علمية جديدة. ربعت يديني كده وقعدت في كنبة ورا زول بيجلس فيها، بعد ما سئلته انتهي مشيت جلست فيها وخطيت يديني فرحان مبسوط. جاني عبد الواحد المدخلي في أضاني اليمين، أضانياته اليمين، والله العظيم جت، قال لي: قوم 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 امشي. قلت له: يا مولاي الشيخ. قال لي: لا، قوم قوم، والله الذي لا إله غيره. قمت على حيلي، طبعا انا ضعيف مسكين، قمت على حيلي
الشيخ أول ما شافني قمت، الشيخ طبعا سريره كده يعني بجنبه كده وما سامع الكلام ده، فالشيخ أول ما شافني قمت قال لي اجلس أبغاك، جلست. دي المرة رقم كم؟ الثانية. والله جلست يعني عبد الواحد المدخلي في أغضاني اليمين، قال لي قوم قوم ترى، قال لي قلت له الشيخ، قال لي اجلس، قال لي ترى الشيخ يستحي، قوم قوم. قمت الشيخ قال لي اجلس يا فلان حضروا العشاء، يا فلان حضروا العشاء، جلست فرحت، قلت دي المرة ما حيقومني ثاني. دي المرة الكم؟ الثالثة. جاني عبد الواحد ثاني الثالثة، المرة الثالثة قال لي قوم، ما هذا العهد الذي بيننا وبينك؟ ما في عهد، ما في عهد، لكن هو قال لك صراحة. وقمت بعدها قال لي صر صر على الشيخ ولا نخرج، صريت الشيخ يصر وانا اصير لحد ما خرجت والله. والحكاوى كثيرة، حكى علينا الثقات هناك ممن رأوا الويلات، وتكفي بس دي اللي عرضناها دي، والله كفاية. لكن الكثير والكثير، مش انا ما اقبل خبر الثقات، لا اقبله، والاسلام قام على ذلك، لكن عشان ما هم يلقوا اي مطعم ويقول لك لا حكى ليه وقال ليه، وكلامي ده ما بيقدر ينكره، تحدي عديل كذي، بس انكره عشان اوريكم الشغل، في شغل ثاني ذاك بعدين اذا حصل هنا بيحصل هنا. طيب فأقول فكم يا ترى كانوا سببا في ضياع كثير من الدعاة، في كثير من الدعاة وكثير من الشباب السلفي، وكم فرقوا بينهم. شاب تلميذ من تلامذة الشيخ ربيعية من بلد بعيدة جدا جاء وقف عند باب الشيخ، لقى عبد الواحد المدخلي في الباب، قال لنا تلميذ الشيخ ودار أزور الشيخ أسلم عليهم. أنتوا تعرفوا الناس بيصلوا السعودية، أنتوا بس السودانيين عشان تسافر السعودية، دي حاجة هينة، دي حاجة سهلة يا جماعة، تدفع كم مليون؟ إذا اشتريت إغامة بقريب 70 مليون، يعني إغامة تكون صحيحة نجيبة، الآن قريب 70 مليون أو زيادة كمان مع ارتفاع الريال، والله زيادة قريب 80 مليون وغير التذاكر، وده موضوع طويل يا ناس. تخيل ناس يجوا يتعبوا التعب ده كله عشان يقابلوا عالم من علماء الأمة ويستفيدوا منه ويسلموا عليه ويتعلموا من أدبه من علمه من فقه إلى آخره. لا ده يلاقيه في الباب، لاقى التلميذة في الباب، تلميذ الشيخ، فقال له ازور الشيخ، طلع الموبايل حقه عايم في الموبايل، قال له الجدول ملان تجي بعد السنة. والشيخ جوا حفظه الله ما يعلم هذه الامور يا ناس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصره بهم. فكم يا ترى كانوا سببا في ضياع كثير من الدعاة وكثير من الشباب السلفي، وكم فرقوا بينهم. فسبحان الله، يسعون لإسقاط علماء السلفيين ويسكتون عن أهل البدع الخوارج الواضحين، كسكوتهم أعني هؤلاء الشباب الصعافقة، كسكوتهم عن هاني بن بريك الذي خرج على الحاكم ودعا الناس للخروج على الحاكم والتظاهر على الحاكم، هذه ثانية، ودعا إلى الديمقراطية ثالثة، ودعا إلى الحرية رابعة، ويجتمع مع هؤلاء الساسة، ومع هؤلاء الساسة يجتمع إلى أشياء لا تليق به، كداعية سلفي وطالب علم زكاه بعض العلماء السلفيين إلى آخره، يسكتون عنه كسكوتهم عن هاني بن بريك الذي خرج على حاكمه إلى آخره. وهم مع ذلك كله فرحوا لما طعن طالب علم صغير كنزار هاشم الصعفوق في عالم كبير كالعلام محمد بن هادي المدخلي، وفي نفس الوقت يغضبون ويصرخون لما جرح عالم كبير وهو محمد بن هادي طلابا وشبابا صغارا. فهل هذا هو العدل والإنصاف في فهم الصعافقة؟ ووالله ما زال عندي الكثير والكثير، فلولا خشية التطويل والإملال لقلت وفيما ذكر الكفاية لمن أراد الهداية. والحمد لله رب العالمين. اتذكرت حاجة أخيرة، خلاص لعرفات محمدي ومعه أحمد بن يحيى الزهراني، والآن تشوفوها في الشاشة وهي وثيقة رقم 13 و14.
دي تغريدة أول حاجة، عرض الأولى أول حاجة، نقرأ الأولى أول شيء. تغريدة غرد أحمد بن يحيى الزهراني من كبار الصعافقة، قال أنا بس دايرك التغريدة دي نمشي فيها كلمة كلمة أو جملة جملة، انتبه معي أنا جيدا وعاين فوق في الشاشة التغريدة. قال بعض الناس يطعن في العلماء الكبار بالطعن في خواصهم وطلابهم المقربين بطرق وألفاظ المخالفين للسنة وأهلها كأمثال المأرب والحلب والحجور، يعني أمثال ديل أساليب ديل استخدمها قال بعض الناس. فبالأمس قواطي صلصة وغربان وحدادية، واليوم فراريج وصعافقة وحدادية، يقصد منه الشيخ العلامة محمد بن هادي، لأنه هو اللي قال الكلام ده، إنهم صعافقة وفراريج وإلى آخره، صحيح؟ طيب، ويقولون نحن سلفيون. أقول السلفي لا يطعن في غير إلا بالدليل، فحذروا هذه النوعيات. يلا نمسك الكلام ده من البداية، المقصود بالكلام ده من؟ كلكم فهمتم منه؟ محمد بن هادي المدخلي، ما في هذه خلاف. طيب ماذا قال عن الشيخ محمد بن هادي المدخلي؟ أول كلمة قال بعض الناس، بعض شنو؟ ما بعض العلماء، ولا حتى بعض طلاب العلم الكبار، ولا حتى بعض طلاب العلم الصغار، فهمت الحتة دي؟ ولا حتى بعض الدعاة، إنما قال شنو؟ الناس. هذه واحدة أمسكها عندك. يطعن في العلماء الكبار، يعني هذا ليس من العلماء الكبار، هذه واحدة أخرى. وهو يطعن في العلماء الكبار، شيخ محمد بن هادي بيطعن في منه؟ في العلماء الكبار، يعني هو طعان في العلماء، ما نزل هاشم، محمد بن هادي المدخل طعان في العلماء، فهم الكلام ده؟ دي أخذها معاك برضه. بالطعن في خواصهم وطلابهم المقربين، ودي قواعد جديدة قعدوها الصعافقة، إنه لو طعنت في طالب بتاع شيخ شفته، ولو فعل ما فعل وضلل من ضلل وفعل ما فعل من الضلالات والبدع والسفه والكذب والفجور، إن كونك تطعن فيه في طالب من طلاب شيخ معناته طعنت في شنو؟ في العالم الكبير، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب الصحابي غدال كت طعنوا في منه؟ محمد بن هادي، ومحمد بن هادي تلميذ منه؟ الشيخ النجمي، الشيخ بن باز حفظه الله، الشيخ فلان، ما نقدر نحسبهم ذات عشان نعدهم الآن، صحيح ولا ما صحيح؟ إذن الصحابقة بنفس القانون والقاعدة التي صعفقوها وقعدوها، هم طعنوا بالشيخ بن باز والشيخ النجمي والشيخ العزيمين والشيخ كلهم، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. وخذ دي معاك برضو واحدة. طيب والقاعدة ما عليه صحيح ولا باطلة؟ باطلة يا ناس، يعني ده القاعدة دي تلزم إنه من تتلمذ عند شيخ كبير فقد أصابته العصمة، والشيخ الكبير ما معصوم، خليه التلميذ، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. هذا إن دل إنما يدل على جهل هؤلاء الصعافقة بالمنهج. بالمناسبة كل الذي فعلوه جلسوا عند بعض العلماء الكبار حتى حصلوا على تزكيات، ومن خلال هذه التزكيات مرروا طعونات في العلماء الكبار وفي الدعاة وفي طلاب العلم، وطعانات في القواعد الإسلامية والأصول الشرعية المنهجية، وأرادوا أن يخربوا الدين وأن يفسدوا السلفيين وأن يحدثوا الفتن والغلاغل بين العلماء الكبار وبين جميع السلفيين في العالم. الناس ما فتنوا بالسودان والمدينة والسعودية بس يا ناس، انت قال لي نحن عملنا المحاضرة، الناس فتنوا في كل الدول التي حصلوها في العالم، كل الدول التي طالوها في العالم. طيب هذه واحدة وخذها معاك برضو كده، كم سبعة ولا كم؟ المهم انت عمل الكيس بتاعك. قال بطرق وألفاظ المخالفين للسنة وأهلها كأمثال المأرب والحلب والحجور، يعني الطرق محمد بن هادي مش طريقته كمان، طرقه وألفاظه، خلاص طرق وألفاظه هي ألفاظ منه؟
المخالفين للسنة وأهلها زي المأربي والحلبي منه والحجوري وغدي معاك برضه. طيب ويقولون نحن سلفيون، يعني بعد الطعن ده كله، يعني كلام الشيخ محمد بن هادي، محمد بن هادي فعل الأفاعيل دي كلها، بعد يجي يقول نحن شنو سلفيون، معناته محمد بن هادي شنو ما سلف. خدي معاك داخلها بالكيس، الكيس أملاه لأنه في كلام جاي لسه. طيب واحد داري نفتح الكيس فوق راسه نضرب بالكيس فوق راسه. طيب أها بعد ذاك أقول السلفي لا يطعن في غيره إلا بدليل، مستمر في إخراج منه محمد بن هادي من شنو من السلفية. فاحذروا هذه النوعيات. ها حذر منه واحد وإنه ده من شنو النوعيات والتي يحذر منها. طيب الكلام ده طبعا الأثر اللي جابه ما عنده علاقة بالكلام أبدا، لأنه بيتكلم عن إنه ناس طعنوا في تلاميذ الإمام أحمد أو تلاميذ أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل بباطل ما بحق، ده الكلام كله كده ما عندك حاجة. ده ما الموضوع، الموضوع وين؟ عرفات محمدي طوال قام شال التغريدة دي، يعني الكلام ده كله بسجم ورماده وزبالته دي وقام غرد به وين؟ جيبه جيب صفحة عرفات في تويتر، غرد به وين؟ غرد به في محله هو، انا ما بفهم في تويتر ده كثير، المهم غرد به في محله، يعني معجب بهذا الكلام ونشره للناس. اها ده صحيح فتنه ولا ما صحيح فتنه؟ كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب. كلام الشيخ اللي قاله كله فيهم، كله اللي قاله فيهم ده في له تفسير ولا ما في؟ في. بعد الشيخ قال كلمه، قال والله الذي اخرجته لكم في هؤلاء، ده معنى كلامه خلاص سوقوا بالمعنى، قال الذي أخرجته لكم في هؤلاء الصعافقة قليل بالنسبة للذي عندي في داخلي، ولو أخرجته لكم لخرجتم بدون الأشمغة التي تلبسونها، كان الناس لابسين أشمغة قاعدين من السعوديين وكذا وكذا، لخرجتم قال بدون الأشمغة، ده قليل جدا. فهمتوا يا جماعة؟ في حاجة تانية؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.